التأسيسي لاتحاد مثقفي الرقة في الثاني من أيار سنة 2019 تحت شعار بالثقافة والوعي نرسخ وجودنا. وبحضور أحياء الثقافة من جديد، أن فكرة قائد عبد الله أوزلان كان الشمس التي تشرق على بلادنا المظلمة التي عاشت منذ آلاف السنين في هذا الظلام، ونشر فكر وفلسفة وثقافة الحياة الديمقراطية، ثقافة الذهنية الذكورية السلطوية. عملنا في سنة 2019 مع مجموعة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي على تجميع المثقفين وترميم ما تم تشويهه من خلال العصابات الإرهابية، وعلى هذا الأساس تم النضال وتأسيس المؤتمر التأسيسي الأول في الثاني من أيار عام 2019. كان الهدف من إنشاء هذا الاتحاد هو جمع المثقفين والعمل على الأنشطة الثقافية ونشر الفكر الثقافي. كان هناك حيزا للمرأة في هذا الاتحاد في نشر الفكر الثقافي والعمل على العديد من الأنشطة والندوات والمؤتمرات والجلسات. هناك وجود للمرأة في الاتحاد وفي مدينة الرقة. طبعا كان مقرر انعقاده خلال سنتين من بدء التأسيس، لكن تم تأجيله إلى 4 سنوات بسبب الظروف الأمنية والهجمات التركية على المناطق في شمال وشرق سوريا، إلى أن تم بعون الله إقامة هذا المؤتمر تحت شعار بروح الديمقراطية، الثقافة روح الديمقراطية وذاكرة الشعوب. عقد الاتحاد عدة أنشطة على المجال الثقافي والسياسي والهندسي والطبي والاجتماعي، وكان من أبرز هذه الأنشطة هي الندوة التي قدمتها الرفيقة إلهام أحمد بعنوان سوريا إلى أين، محاضرات للرفيق سيهانوك ديبو، التنسيق طبعا مع اتحاد مثقفي الطبقة واتحاد مثقفي منبج على إقامة عدة ملتقيات أدبية وشعرية تضم مجموعة من الشباب الناشطين والمهتمين بالشأن الثقافي. تمت إقامة أيضا معرضين، معرض هنا الرقة، معرض كتاب وفن تشكيلي ومعرض الصور. طبعا تم خلال هذه الفترة القيام بعدة أنشطة، لكن لم يتم إنجاز ما كان مخطط مثل مهرجان الرشيد بسبب ما تعرضت إليه المنطقة من هجمات وضربات على مناطقنا. أهمية هذا الملتقى هو تقييم العمل الثقافي الذي قدمه اتحاد مثقفي الرقة وتقديم الأفضل إن شاء الله في السنوات القادمة، والتنسيق مع الجهات الثقافية وجميع المنتديات الثقافية للعمل بالروح الرفاقية وإنجاح العمل الثقافي تماما. نحن كنساء في الاتحاد نعمل على توعية المرأة المثقفة واستقطاب الفئة الشابة الناشئة التي تمتلك هذه المواهب القصصية الشعرية النثرية، والعمل على ازدياد عدد جلسات التوعية والأنشطة والمشاركة المساهمة الفعالة في المؤتمرات والندوات خارج وداخل مناطق شمال شرق سوريا. نحن نسعى في اتحاد مثقفي الرقة على العمل مع جميع الأندية الثقافية والمؤسسات التي تهتم بالشأن الثقافي للرفع من الفكر الثقافي في إقليم الرقة، الاهتمام بجيل الشباب. طبعا نحن قدمنا عدة أنشطة شبابية لكن تم التقصير في العمل معهم بسبب الأوضاع التي مرينا بها. الاهتمام بالمرأة ونشر الفكر وتأهيل المرأة. بالنسبة للمرأة في الاتحاد تشغل بنسبة 30%، لكن نأمل في السنة القادمة أن تكون نسبة تواجدها في الاتحاد أعلى إلى ما 50 أو 60%، لإظهار الصورة الحقيقية للمرأة المثقفة في إقليم الرقة. طبعا من ولا بد أكيد في عوائق يعني واجهت المرأة في الاتحاد، كونه خرجنا من قوقعة مليئة بالسواد وتعرضنا لكثير من العنف والإجحاد بحق المرأة، فعملت المرأة بشكل فعال على نفسها واجتهدت. ما التعديل على بعض المواد من قبل المثقفين والحضور على بعض البنود مقترحات، كان هناك مقترحات وأيضا كان هناك نقد يهدف لبناء وتطور العمل الثقافي، ونحن كتنظيمات المجتمع الديمقراطي كان هناك نخبة من الأدباء والمثقفين في مقاطعة الرقة وأيضا في بعض المقاطعات الأخرى
في إقليمي الشمالي وشرقي سوريا، وكانت هناك يعني المداخلات كانت غنية وتعزز أيضا من العمل الثقافي. ونحن كتنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الرقة نسعى دائما في تطوير العمل الثقافي، وأيضا في عام 2024 سنقدم دعمنا الأكبر لاتحاد المثقفين لرقي الثقافة في مدينة الرقة. لمشاركة المرأة العنصر النسائي في الكونفرنس كان هناك مداخلات من بعض الرفيقات، وأيضا الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين أيضا أبدت دورها في هذا الكونفرنس أيضا، ومن خلال نشاطاتها التي قامت بها في عام 2023 كان الكونفرنس يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة. وأيضا نأمل في أيام القادمة أن نسعى إلى التطوير أكثر وأكثر في العمل الثقافي في فرنسا. يكون هناك انتخابات من قبل اللجنة التحضيرية التي حضرناها، سيكون هناك انتخابات وفتح باب الترشيح، تم فتح باب الترشيح خلال العشرة أيام الماضية، وأيضا كان هناك مرشحين من قبل الحضور لا مانع لذلك، وسيتم انتخاب 5 أشخاص لأعضاء الهيئة الإدارية وعبودية واضطهاد. فالمرأة اليوم بدورها بسبب نشر فكرة القائد عبد الله أوجلان توعت ووصلت المجالات الفكرية والسياسية والعسكرية. المرأة عانت من ظلم فكانت في قوقعة، واليوم في دور الأمة الديمقراطية نشرة الفكر والوعي والسياسي. فاليوم المرأة منها رئاسة مشتركة، منها قادة عسكرية من الجوانب السياسية والعسكرية، منها المرأة صارت مبدعة في الثقافة أديبة شعرية وفكرية. فالمرأة اليوم أخذت مكانها بالمجتمع بشكل عام وباسم تجمع نساء زنوبيا، زيادة الوعي والفكر، تتثقف، تقرأ، تطلع كتب، تشوف أمورها، يعني تنخلط من المجتمع الثقافي، تتابع الدورات الفكرية والسياسية. يعني لازم المرأة تأخذ المكان اللي بدها إياه بالمجتمع واللي تحلم به، تخرج من قوقعة الظلم والمعاناة، تظهر، تثبت نفسها وحقيقتها